بربعه فريق نادي البركان ما كنسمعوش كيخسر من الفرق اللي كتخسر بربعه ديال الاهداف، ولو ان معطيات المباراه وتفاصيلها يمكن تعطي واحد التبرير، ضربتي جزاء، حالتي طرد، وبالتالي الفريق يعني صعبت عليه المباراه، راه صعب اي فريق يمكن يقدر يقاوم اما فريق الوداد البيضاوي اللي بكامل صفوفه فوالا هذا الشيء اللي كاين. انا في الحقيقه هذه اول ثاني مباراه كنحضر بدون جمهور. شنو نقول لك الحقيقه المدرجات كتحس واحد كتفتقد اكيد للجمهور، راه المذاق ديال الماتش هو الجمهور. انا بالنسبه لي انا يعني لو ما كانش العمل نقدر من يعني كما قلت لك الحلاوه ديال الكره هي ديال الجمهور اللي جديد اللي زعما بالنسبه لينا حنا كصحفيين كتبقى تسمع كاع داك الاصوات اللي داخل الملعب كتسمعها بالتفصيل يعني وي وي لا قلت لك كتسمع التفاصيل ديال الملعب، اللاعبين ملي كيضربوا بعضياتهم، المدرب ملي كيعطي التوجيهات، داكشي كتسمع، ولكن ملي كيكون الجمهور ما كنسمعوهاش، هذا هو الفرق. ولكن ما كانت الجمهور يعني يمكن نقولوا كبيره، باقا في بلاصته كبيره. دوماج، كنتمنى ان هاد الامور دغيا يعني تزول ويرجع للجمهور اللي ما كان الطبيعي ويرجع الدفء للمدرجات ان شاء الله. الفرق اللي هي القوه اللي تابعه للفرق في الصفوف الاماميه انا كنعتبر هذا الموسم غادي يكون صراع قوي ما بين الوداد اكيد، الرجاء كيف العاده دائما، وفريق الجيش الملكي. انا كنشوف فريق الجيش الملكي غيكون من الفرق اللي جايه، يمكن مولوديه والده حسنيه اكادير ايضا يمكن من الفرق ايضا اللي غتكون جايه. فريق نهضه بركان ما عرفتش يعني في المباراتين الاخيرتين كنرجع نوعا ما، ولكن السقوط ديالو اليوم واش غادي ياثر ولا يقدر يداركو يعني في اسرع وقت، هادشي اللي غنشوفه يمكن الدوره 15. ولكن اعتقد ان تقريبا لقب الخريف يبدو تقريبا تحسم للوداد، والشطر الثاني من البطوله يمكن يكون صراع من نوع خاص يعني بين خصوصا الوداد، الرجاء، الجيش الملكي، وربما حتى حسنيه اكادير، وربما فرق اخرى. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.